مساء الخير ويعطيكم العافية. شو أخباركم؟ كيف صحتكم؟ وسلام للجميع. اليوم بدي أحكي لكم عن شغلة غريبة موجودة في كندا، وبالصدفة لقيناها وأنا بدور على مكان في هاليفاكس، جنب هاليفاكس قرية صغيرة أعطاني صديقي إلها عنوان. وجدت ثلاث شوارع غريبة في الخريطة، واحد اسمه This Street, That Street, The Other Street. يعني الأسماء غريبة جداً. This street هذا الشارع، that street ذلك الشارع، و the other street الشارع الآخر. يعني مش عارف مش لقين أسماء يسموها محمد وأحمد وخليل وانتهى الموضوع. بس يعني إشي غريب، ما عارف شو سبب التسمية. حاولت أدور عن سبب التسمية لكن تسمية غريبة صراحة. حخليكم مع فيديو بسيط أورجيكم وين هذه موجودة بالضبط في نوفا سكوشا، وإذا بتدوروا بس that street or this street راح يطلع لكم العنوان دايركت. ما أتوقع في بلد في العالم ثانية اسمها هذا الشارع وذاك الشارع. anyway حبيت بس أعطيكم هذه المعلومة الغريبة ويعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل